السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. بنكمل مشوار الرد على أسئلة المتابعين اللي بتيجي هنا أو هنا. هنا النهاردة اخترت لكم اللي الرد على الأسئلة الموجودة على الشات الخاص اللي موجود على الموقع بتاعي اللي هو www.arafili.com. زي ما انتوا عارفين في أيقونة كده بتاعت الشات الخاص، مش عارف واخدين بالكم منها ولا لا. خلينا نزور الموقع ده كده. الموقع اهي الايقونه ظاهره عندكم، هو ادي الموقع وادي الايقونه ظاهره تحت خالص اهي، ماشي شايفينها؟ شايفين اللي انا باشر عليها ديت ايه الايقونه اللي لما تضغط عليها تطلع لك ديالوج بوكس بهذا الشكل. تقدر تحط سؤالك بقى في المنطقه ديت زي ما انت عايز، اكتب اللي انت عايزه بيترد عليك ان شاء الله رب العالمين. اتفقنا؟ نرجع تاني للسؤال اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي جه على هذا الشات. وطبعا انا وعدت ان اي واحد يسأل سؤال خارج الايدز برد عليه في فيديو، يعني بفرح ان واحد بيسأل سؤال خارج الايدز. فاخونا هنا بيسأل عن الليمفوسايتوزيز او زيادة عدد كرات خلايا الليمفاوية الليمفوسايت اللي هي بتظهر في العد الدم. هوريكم دلوقتي، هو بعد صورة تحليل الدم اهو، هوريكم بعد شوية التحليل بتاعه. فالمهم اخونا ده بيسأل بيقول لك انا عملت وطلع عندي العد الزايد الليمفوسايت فوق الطبيعي، الليمفوسايت فوق الطبيعي. طبعا هي دي اول غلطة في كلامه، لان الليمفوسايت عنده مش فوق الطبيعي، انما هشرح بعد كده، هوضح بعد كده. اخونا طبعا راح بحث، اللي بيسأل راح بحث وتقصى لأن الليمفوسايت ديت بتزيد في الأمراض الفيروسية. طبعا لحد كده أنا كنت مبسوط أوي إن واحد بيسأل عن سؤال كده بعيد عن الإيدز، بس بعد كده صدمت لقيته إيه بيقول لي وأنا عملت تحليل الكومب، يعني على طول لقوا الليمفوسايت، راح الإنترنت لقى الإنترنت بيقول إنه فيروسات مخ، على طول راح على فين؟ على الإيدز. ما راحش على الكبد الوبائي، لا، ما راحش على الكبد الوبائي سي، لا، ما راحش على الانفكشوس مونوكلوزيس، لا، ما راحش على كتير من الامراض الفيروسيه الاخرى، لا، على طول راح لمين؟ على الايدز. طب ما في حاجات تانية كتير اللوكيميات كلها بتبقى فيها ليمفوسايتوزيس. هو ما عندوش بصراحه ليمفوسايتوزيس او زياده في خلايا الليمفاويه، وهشرح لكم بعد كده ازاي. المهم اخونا راح عمل تحليل كومبو بعد 3 شهور، يعني خدنا تاني للايدز وطلع سليم، ماشي. فجي سؤال الاخير بيقول ايه، ما سبب ارتفاع الليمفوسايتس؟ ماشي، قبل ما اجاوب اخونا على السؤال احب اقول لكم ان من السؤال الاخير الجزئيه الاخيره دي سؤال عام، مش ممكن تروح انت تتصل بدكتور على الخاص وتقول له ما اسباب الليمفوسايتوزيس. عندك تقدر تكتبها عندي على الموقع، عشان لما نكتب الأسباب يبقى غير أنت تقراها وغيرك يقراها، يعني دايما التواصل الخاص يكون حاجة شخصية. الجزء الأولاني من السؤال ده ماشي على تواصل شخصي، لأنه بيتكلم عن أنا عملت تحليل كومبو وأنا طلع عندي الليمفوسايت عالية، ماشي. لكن الجزء الأخير ده سؤال عام، يعني الإجابة عليه تفيدك وتفيد غيرك، فبالتالي ملوش لازمة ان انت تكتبها. من السهل جدا لو انت رحت على جوجل مثلا، ده جوجل، وكتبت على جوجل، شفتوا كتبت على جوجل causes of lymphocytosis، زي ما انتم شايفين كده causes of lymphocytosis، طلع لك الاسباب بتاعت الليمفوسايتوزيس وكلها متشابهه، ومش هتطلع لك مره ولا اتنين، لا، ده هتطلع لك الاجابه كذا مره وبالشرح وبالتفصيل. what infections cause هاي ليمفوسايت، ادي كاتب لك الايه فايرال انفكشنز وراسس، المجموعه اللي ممكن تعمل زياده عدد الليمفوسايت. انا بقول لكم الكلام ده عشان اعرفكم طريقه البحث، مش كل سؤال عام غير شخصي تروح تتواصل مع طبيب وتساله، يعني مش جوجل الطبيب ده عشان يجاوب على الاسئله العامه، ماشي يا اخويا. المهم نرجع لاخونا مره ثانيه في سؤاله اللي بيتكلم عن الليمفوسايتس، عشان نفهم الأخ ده عنده فعلا زيادة في الليمفوسايت خلايا الليمفوسايت ولا لا. نقول معلومتين مهمين نفهمه، في حاجة اسمها زيادة خلايا الليمفوسايت، الزيادة المطلقة يعني عددها زايد،
وفي حاجة اسمها زيادة نسبية relative lymphocytosis. الفرق بينهم ايه؟ الليمفوسايتس الزيادة المطلقة، زيادة الليمفوسايتس lymphocytosis بيبقى العدد بتاع الليمفوسايتس، العدد مش نسبة، العدد زايد عن الطبيعي، وعادة بيكون فوق 4-5 آلاف خلية في اليو ال، اللي هي الوحدة اللي احنا بنستخدمها لما بنعمل تحليل صورة الدم. واما الريلاتيف لا، ده بتبقى العدد عادي، بيبقى مثلا 3000 2000 عادي، لكن نسبيا هي عالية. هي المفروض في تحليل صورة الدم بيبقى فيه كذا حاجة من ضمنها الليمفوسايت والنيتروفيلز. الليمفوسايت زيت بتبقى لها نسبة، لما تزيد شوية هذه النسبة المئوية بيبقى الليمفوسايت زيت عالية نسبيا، لكن حقيقة العدد بتاعها مازال في حدود الطبيعي. عشان ما نخرجش كتير عن موضوع، نشوف بقى اخونا ده التحليل بتاعه ده، نضغط عليه نكبره هيظهر لنا التحليل بهذا الصوت. فلقى التحليل بهذا الشكل. المجموعه الاولانيه ديت اللي هي ايه؟ النوعي، العد النوعي بيبين لك ادي الخلايا النيتروفيل والليمفوسايتس والايزونوفيلز والمونوسايتس والبيزوفيلز، ديت خلايا كرات الدم البيضاء ودي النسب بتاعتهم. وبعد كده بيقول لك كرات الدم البيضاء عددها قد ايه وبعض المعلومات الاخرى. وهنا اخيرا عد كرات الدم البيضاء كلها بما فيها الليمفوسايت والنيتروفيل وكل حاجه طالع كام عند الراجل؟ طالع 5800، انا مش شايف، او 5000 وشوي. هو قلقوا بقى الحته دي، شايفينها الحته دي؟ الحته دي هي اللي لقيته. ممكن نكبر الصوره. طالعه 63%. لقيته ليه؟ لأن الطبيعي بتاعها من لحد 45%، من 20-45% حسب المختبر اللي هو عامل فيه. طالع عنده زيادة، لقى عنده 63% وعنده 45%، فقال لك ده أنا عندي زيادة. لا، والحقيقة أنت ما عندكش زيادة، لأنك أنت لو ضربت شفت العدد الإجمالي بتاع الليمفوسايتس، طبعا في معادلة بأنك أنت تضرب العدد الإجمالي في النسبة. النسبة دي يعني حوالي تلتين، 63 يعني تطلع تلتين تقريبا كده، وانت عندك 6000 فيطلع العدد مش تلتين، ده اقل من تلتين. فنفترض ان هي التلتين والعدد بتاعك 6000 واقل من 6000، فيطلع اقل من 4000، يعني بالظبط ممكن يطلع 3600. فما زال العدد طبيعي لكن نسبيا هي عالية. احنا بنهتم بالعدد المطلق لما يكون زايد بوضوح، وفي الامراض بيبقى زايد عن 5000 تقريبا، 5000 خلية في المايكرو ليتر. فهنا الحالة بتاعته ما فيش زيادة في الليمفوسايتس، زيادة عددية ما فيش، وانما في زيادة نسبية. زيادة النسبية دي يعني ما فيش امراض ذات اهمية او شيء ممكن يعملها، يمكن بس congestive heart disease او حاجات زي كده، لكن ما لهاش اهمية كبيرة. المهم الاهمية الكبيرة للزيادة المطلقة، العدد لما يزيد الليمفوسايتس عن 5000. وفي هذه الحالة عشان نشوفها اكتر من 5000 هنلاقي العد الابيض اللي انا بعلم عليه ده، هنلاقيه يمكن ساعتها 10000 12000 20000 100000. اسباب بقى كتيرة جدا لزيادة العدد الإجمالي ده، مش بس الليمفوسايتس، العدد الإجمالي ده بيزيد في أمراض كتيرة جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم زي تقدروا تطلعوا لستة الأمراض، بس المشكلة بقى الإخوة الموسوسين هيطلعوا اللستة ويمسكوا أخطر مرض ويقعدوا يوسوسوا حواليه. ولكن في نفس الوقت لو الزيادة من الطبيعي طبعا من كام؟ من 4-11، الزيادة فوق 11 لحد 15-18-20 ألف، كل دي زيادات بتحصل في أسباب كتيرة جدا ليست ذات أهمية كبيرة. أي نوع من السخونة، أي نوع من الإنفلونزا، أي شيء بيعمله، أي نوع من الفيروسات ممكن يعمل لنا هذه الزيادة. إنما الأمراض الشديدة بتعمل زيادة عالية، يعني اللوكيميات بتعمل أعداد فوق 100 ألف وفوق 200 ألف. ده كده الرد على أخونا. طب هو يعمل إيه بقى عمليا؟ هو يعمل إيه؟ هو أخونا ده يعمل إيه؟ هو الراجل سأل ومش عايزين نحيره، هو الراجل سأل وطلع عنده ريلاتيف ليمفوسايتوز. طيب الرد عليه كالآتي، هو إحنا بنعمل إيه في أي تحليل نعمله تطلع نتيجته غير طبيعية عالية؟ نفترض واحد أول مرة راح يعمل تحليل دم للسكر وطلع السكر عنده عالي، بنعمل ايه؟ واحد راح يقيس ضغط الدم طلع ضغط الدم عالي، بنعمل ايه؟
في حالة ضغط الدم، يا ترى أول ما نقيس ضغط الدم ونلاقيه عالي بنقول له أنت عندك ضغط وخد الدواء بتاع الضغط وي وي وي، ونعمل تحليل سكر لأنها أول مرة عالي نقول له أنت عندك سكر وخد؟ لا طبعا، إحنا دايما في الحالات اللي زي ده بنقول إيه؟ بنقول احتمال عندك، استنى أسبوعين ولا حاجة وروح اعمل التحليل تاني. وهو ده نفس الكلام اللي أنا بقوله لأخونا ده، بعد أسبوعين ثلاثة من هذا التحليل أو بعد شهر روح اعمله تاني، مش مهم تعمل السي بي سي كلها، اعمل بس الجزئية بتاعت عد الدم الأبيض والديفرنشال وتشوف هل هو الرقم ثابت ولا بيقل، ممكن أي سبب مؤقت رفعه وتلاقيه نزل تاني إلى الطبيعي. وإذا ثبت التحليل على هذا الوضع ساعتها بقى إيه؟ يروح يكشف عند طبيب مختص، لأنه يطلب له بقى ليست التحاليل ويكشف عليه، يكشف على السبلين الطحال ويكشف على جسمه كله ويحاول يشوف فيه أعراض أخرى ولا لا، وممكن يوصل إلى سبب ما، بس في الغالب ما فيش سبب ذات أهمية يخوف في حالة الارتفاع النسبي. وإحنا عرفنا إيه الفرق بين الارتفاع النسبي والارتفاع المطلق. وبكده أكون خلصت الرد على هذا السؤال، وأشوفكم مرة تانية في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.